ما سامع صوتك. الو، ايوه ازيك يا اختي نعمه؟ اسمك ايه؟ انا سيدي. اهلا وسهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. شايفاكي متجوزه جوزي ما شاء الله وقمر في الصوره. انت عرفتي بقى خلاص؟ شكلي ما عنديش مشكله بقى في الموضوع. ما عنديش مشكله؟ لا حبيبتي عندي، انا بس بقول لك ان هو بقى خلاص، يعني اتفضلي بقى كده، هو عندك خلاص على طول. اقطع المكالمة دي يا استاذة، ولو الكلام ده بجد يبقى خلاص. معانا اتنين كابلز كالعادة، هنهزر وهنلعب وهنسأل في اسئلة كتير جدا. انا هبة عبد الجواد، اعرفكم بنفسي. اسم حضرتك؟ امنية. امنية. احمد. هايا. كريم. كريم، اوكي. طيب مبدئيا هتعرف عليكم شوية، هنعرف، عايزة اعرف انتوا اتجوزتوا بقالكم قد ايه؟ تمام. عندكم اولاد؟ اتفضل. من الاول انت قولي. اتجوزنا بقالنا 12 سنة، داخلين في 12 اهو. اوكي. عندنا يوسف وحبيبة. يوسف 11 10 ونص. لا يبقى احنا كده بقالنا 11. وحبيبة تاريخ جوازكم كام؟ 16/6/2012. لا 11. اصل احنا فرق سنة بيننا وبين يوسف، بتلخبط في السنة. متجوزين عن حب؟ اه الحمد لله. قعدتوا قد ايه تعرفوا بعض قبل الجواز؟ قعدنا في الجامعة زملاء كتير قوي. اوكي. وفي اخر سنة جامعة جه قال لي ان احنا عايزين نتجوز وكده، وانا وافقت على طول. وبعد كده قعدنا سنة مخطوبين خلاص. تمام يا امنية. هايا. لا ده احنا لسه جداد جدا، احنا بقى لنا 4 شهور بس. اهلا. واو، انتوا راجعين جداد. جداد. مبروك. اوكي. احكوا لي عرفتوا بعض ازاي؟ الموبايل سايب. يعني هو انا بعمل، عندي ماركتنج ايجنسي كده صغيره، وهو يعني كان عايز يسوق لحاجه تبع البرودكتس بتاعته اللي هو بيعملها في المصنع بتاعه، فكلمني في مره، وبعد كده بقى بدا يتدحلب. وهو دحلاب قوي الحمد لله، ف وفاز في الاخر. يعني برضه جواز عن حب شويه، مش يعني مش هنسخن بفقره الاسئله العامه. اول سؤال معانا هو، مين اول حد استخدم شوكه الطعام؟ ملك فرنسا. ملك فرنسي. تمام. الملك اسمه هنري. تمام. انا قلت نروح ما حدش يفكر. اول جامع تم بناؤه في مصر؟ عمرو بن العاص. تو هنا وهنا. اكتر الكائنات البحريه ذكاء؟ الدولفين. متعادلين. في اي مدينه يتواجد سوق عكاظ؟ مكة. دي في أردن؟ معرفش. الطائف. دي في الطائف. الطائف. أنا مش عارفة أي حاجة. حسام حسن نجمة طبعا الدوري. أنا الكورة. أخبر يوم حسن. أنا بتاعت الكورة. التيشيرت بتاعه كان رقم 9. برافو. ما لحقناش نقول على فكرة. أصغر دولة في العالم؟ الفاتيكان. برافو. إيه ده يا عم؟ أولى الدول إنتاجا للموز؟ هي فيها كاف وواو. ها؟ اكوادور. كرواتيا. اكوادور. صح، اكوادور. برافو عليك. مين مخرج فيلم سنة اولى نظر؟ اقول لك ابطاله. تمام. كاملة ابو ذكري. برافو. يا عم يلا روح. اوكي تمام. احنا كده خلصت فقرة الاسئلة العامة. تمام. تمام. هنروح بقى للفقره اللي انا شخصيا بحبها جدا، وهي فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. هيكون معاكم دكتور مؤمن بشار. أوكي. هو اللي هيقوم معاكم بالفقره. تمام. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. جاهز؟ مسلسل قوي ان شاء الله. لا تمام ماشي. تعرف الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ ربنا يستر. لو انا سمعت عنه يعني. بس جربته قبل كده؟ لا اجربه فين؟ وانا حد قال لك ان انا مجرم؟ تمام. احنا هنسالك اسئله، لو حضرتك جاوبت صح هينور اخضر، لو حضرتك جاوبت غلط هينور احمر. مش هتركب حاجات هنا. تمام. ان انا جاوبت صح بس انا جوه مني مش صح. هينور احمر. لا والله. عشان هو على الاعصاب. صباح حضرتك. ربنا يقوي اعصابنا. انا صباحك ده. ده لا شكرا اللي بابا كان بينا. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يا رب تنجح يا فتح.
ربنا يستر. تمام؟ اه تمام. مرات حضرتك اول حب في حياتك؟ لا. لو اتحطيتوا في مشكله مع بعض حضرتك بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر حاجه بتعملها وانت في البيت لما بتقلع هدومك بتحطها في الدولاب ولا بتحطها في الغساله بقى وكده ولا في اي حته؟ يعني ايه مهمل ولا ايه؟ صح. تمام. هل الحب شيء اساسي في حياتك؟ اه طبعا. لو خرجت خروجه مع اصحابك تفضل تاخد مراتك معاك؟ لا. تمام انا خلصت. تقدر تفضل. شكرا. في حاجات سهله ايه الاسئله؟ بيغيظني كده بيقول لا كده هو يبص لك لا معرفش ايه. يلا بينا حط صباح حضرتك. حضرتك وقت الخلافات بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه. مرات حضرتك اول حب في حياتك؟ لازم السؤال ده؟ ممكن اقول اه. لو حضرتك مسافر سفريه وهتطول شويه تحب تاخد مراتك معاك ولا تفضل انك تبقى لوحدك؟ لا اخدها معايا اكيد يعني. اكتر لون مفضل بالنسبه لك؟ الاسود. حضرتك بتحب مراتك؟ اه طبعا. حضرتك ناوي ان انت تخرج مع حد غيرها؟ لا اكيد لا. تمام انا خلصت. حضرتك تقدر ترجع مكانك والنتيجه هتظهر على الشاشه. شكرا. شكرا. خلصنا اختبار الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. هنطلع فاصل وهنرجع نشوف النتيجه. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي هنشوف نتيجة الاختبار اللي احنا عملناه. جاهزين؟ ان شاء الله. بصوا بقى معايا على الشاشة. هو احنا اي تيم فيهم اصلا؟ احنا اكيد واحد صح؟ انتوا تيم 1 وهم تيم 2. اوكي. يبقوا كده ستيل فريق هايا هو اللي كسبان. احنا في السلب. لوزرز. ميرسي جدا. ما تبقوش اي حد صح؟ طبعا كنت اساله اسمه ايه؟ يمكن يعرف ان انت واثقه في واحد. انا واثقه فيك. ما خلاص بقى. واحد. انا واثقه. 100%. يلا. انت صحيح هتعملي ايه ده؟ انتوا بقالكم 12 سنه مع بعض. خلاص لازم تفضلي واثقه. ملهاش حل. طيب بصوا يا جماعه انا دلوقتي بالنسبه لي فريق هايا هو اللي كسبان. تمام. علشان يحصل تعادل. تعادل ايه ده احنا بالسالب. علشان يحصل تعادل لسه في فرصه. اوكي. هم 150 الف جنيه فيستاهلوا ان احنا نحاول علشان. اكيد. اوكي. في معانا كارت بلانش ممكن نستخدمه الفريق الخسران يستخدمه. تمام. مش فرحانه فينا قوي. قوي. احنا لسه كنا اصحاب من فريقين. الاقرار اللي حضراتكم مضيتوا عليه. هطلب منك طلب لو انت هتقدر تنفذه هتقولي اوكي وساعتها هيبقى في فرصه تاني للمكسب بس بشرط لما يعني لو انت وافقت على الطلب ده ما ينفعش ترجع في اي ستيب من الستيبس اللي هناخدها. فكر كويس ثانيتين ورد عليا و150 الف جنيه خليهم في دماغك. اه يعني الكارت ده للناس اللي بيبقوا خسرانين بالظبط يعني هو يعني يبقى في برسنتج اعلى. طب وانتوا كده ما انتوا كده من فير احنا كده كده احنا اللي كسبانين. استنيتين شريره طلعت شريره. طلعت شريره قوي. ايه هو الكارت؟ احنا كسبانين. موبايلك. ماله موبايل؟ هنعمل حاجه كمان. ايه اللي هيحصل؟ عايزين موبايل. اشمعنى؟ الناس كلها عايزه عايزين موبايلك عادي. قلقان من حاجه؟ انا كده كده هديك. هنشوف الصور مثلا مسجز. مش بتسيب موبايلك للاولاد؟ لا الاولاد لا بيسيبوا ليا. بيسيبوا لك بتشوفي موبايله؟ طيب
حد يا جماعه من الكرو بعد اذنكم يجي ياخد يا ريتنا كنا خسرنا موبايل احمد تبدلي ماشي اوكي يلا يا جماعه الواتساب بليز شوفوا كده الصور والفويسز اللي على الواتساب ماشي لو في فولدرز هيدن فولدرز هيدن انا بقى شك في الهيدن مين دول ده احمد بركه وده ما اعرفوش احمد هشام احمد هشام تمام دول يعني دول صحابي يعني. دول صحاب من زمان طيب اللي بعده ده ابراهيم قريبها اصلا ماشي ده ما انت عارفه ابراهيم بس هي المفروض المكان ده كان فين في فرح ابن خالي اوكي تمام اللي بعده الصوره اللي بعدها يلا انا متهيألي ما اعرفش اصحابك زيها كده لا لا دي اخته لا دي ما اعرفهاش انت لابس روب يا لا 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 انت بتصور دي مين دي اخته اكيد بتهزري والله انت بتهزري والله ما اخته والله بتهزري كفايه بقى اختك ايه محجبه ممكن طب ممكن تبقى من غير الاشاره لا مش انا مش عارفه ايه ده ايه ده لا مين مين بعدين بقى نتكلم بعدين نتكلم يعني انت مش عارفه مين دي والنبي يا اختي ما والله انت بتهزروا والله انت بتهزري استني ممكن تكون تركيب يعني ما اعتقدش ان ايوه اكيد ما هي مش طبيعي يعني مين دي يا احمد؟ ما شفتهاش قبل كده اصلا. بعدين نتكلم؟ اوكي. خلاص بعدين نتكلم. تمام. طب يا جماعه الصوره دي من على الواتساب ايه السعاده اللي في وشك دي؟ هو لابس بيجامه؟ وهي لابسه طيب. روب. ادخلوا على الرقم اللي عليه الصوره. ليه ليه؟ ما خلاص. لا خلاص ليه؟ ندخل على الرقم اللي بعت الصوره بعد اذنكم. خلاص بعدين نتكلم يا جدعان. يعني شوفوا لو في فويس او صور تانية بس خاصه بالرقم ده لو سمحتوا او كلموا لي الرقم بعدين وحش قوي لازم نكمل لازم تكمل يعني المسابقه عادي نكمل بيجاما ستان يعني قديمه قوي قديمه حاسك احمد رمزي في نفسك قوي ماشي اوكي ما ان شاء الله ما تكونش حقيقيه دي اكيد فيك مش اكيد مش حقيقي ده كل ده يعني طب ممكن خلاص كفايه طيب شاكك طيب لا معلش ثواني كده تاني يا جماعه لا استني معلش انا ما سمعت هو ده نفس ده الرقم مين اوقع مراتك مين يا دعاء مين تعرف دعاء اخته لا بس دعاء مش هتعمل حاجه انتوا بتقولوا حاجه دي مين يا جماعه الموبايل ما هو ده التكنيكال دي الحاجات اللي ممكن تكون انت مسحتها يا حرام انا اوريدي مسحها فعلا اوريدي مسحها يا حبيب قلبي بس رسالتي يبقى من سنتي امسحها من الفولدر بتاع الرسالة بابا مش وقت طب طبعا خلاص ما سمعنا ان انا اقول دي احنا اتجوزنا انا مش قادره اصدقك خلاص انا مش قادره اصدقك انا رحاب يا احمد مش حاجه غريبه انا مراتك حبيبتك هي اتا مين رحاب يا راجل بس احنا بنتكلم بس انا مش فاضي حاجه وكده عشان ساعه ممكن يبقى ولا حاجه ما بقاش حوار كلها وانا قلت لك انا فاكر تاني خلاص ايه اللي شويه انا اصلا مش عارف اسال كتير يعني فهدي شويه وانا هظبط كده الدنيا خلاص طبعا يعني كده اي دونت بليف استنى احنا ممكن سيدي بس احنا فقط مش هنعرف الشغل بتاعنا شويه ده بس ما هو يعني خلال الشهر ده كده ربنا يسهل يعني ايه خلاص كفايه طيب لازم انا اوصف كل حاجه يعني مش هينفع كفايه بس يا حبيبي لا كده يا جماعه لا كفايه عادي انا بيس كفايه كده يا جماعه بعد اذنكم كفايه ده مش هدف الحلقه خالص وده مش انا مرايه ننزل الاتجاه بتاعنا ننزل الفقره دي خالص احنا بنهزر اصلا كفايه بليز بجد انا مصدومه حد شارك حاجه تاني ده كده احنا كده خراب بيوت مين مش صوت حد اللي انا هو ماشي اوكي انا ما ان شاء الله يكون كل ده فيك ماشي يا ممكن تليفون بقى ولا خلاص بقى طب ما تليفون احنا ليه مكملين هو احنا كده على الهوا احنا على الهوا طب خلاص بقى يعني كفايه خلاص الف الف مبروك خلاص مش خلاص ولا لسه يا جماعه انا هو فين الاعداد طب انا اوريدي خلاص
فريق العمل اتواصل مع الرقم. يا ستي مش عايزه اكلمها يا ستي. انت كلميها. انا مش عايزه اكلمها يا ستي. انت هي داخله هوا معايا. ما انا مالي انا مش عايزه اكلمها. ما اتفضل رد عليها بقى انت. عايزك. لا حبيبي عايزك انا. الو بصراحه اتفضلي. احمد نبي نشوف شويه طويل. احمد اسمه احمد. رد يا حبيبي. ألو. رد انت عليها. ألو. لا رد ياش قرف. الو ما بيرد هو. قال لي 7000. هو انت بعد كام قالوا بتردي؟ الو يا ده برضه. طيب احنا بنغني. لا ما سامع صوتك. الو ايوه ايوه ازيك يا اختي نعمه. أهلا. اسمك ايه؟ انا اسمي اهلا وسهلا. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. شايفاكي متجوزه جوزي ما شاء الله وقمر في الصوره. اه انت بقى خلاص. شكلي ما عنديش مشكله بقى في الموضوع. ما عنديش مشكله. لا حبيبتي عندي انا بس بقول لك ان هو بقى خلاص يعني. اتفضلي بقى كده هو عندك خلاص على طول. اقطعي المكالمه دي يا استاذ. ما هو لو الكلام ده بجد يبقى خلاص يعني. لو الكلام ده هزار وانا حاسه انه ممكن يكون هزار يعني لما نروح نتكلم بقى. ما احنا لما نروح نتكلم. هو ايه اللي خلاص؟ ما لما نروح. لا هو ايه اللي خلاص؟ واحنا مش لينا بيت. ما انت عايز ايه يعني؟ انت حضرتك عايز ايه؟ هو يا جماعه ايه ده عيب كده والله. حضرتك ممكن ترد عليها تكمل. ما هو قال لي يا حبيبتي خلاص خلصنا. عايزه حاجه تاني؟ هتقفل السكه طبعا. اكيد هتقفل السكه. ليه يا ماما؟ ما عندهاش حاجه تخاف عليها. عايزه حاجه تانية يا ماما؟ المكالمه قطعت يا جماعه. فاصل وهنرجع لكم تاني. نرجع تاني؟ استنونا. ده انت هتروحي النار. بجد مش مصدقه نفسي. اسفه على اللي حصل. انا اسفه على اللي حصل. انا ولا انا يلا نمشي. يلا نمشي. انا مجرد يعني ولا مشي. لا 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 يلا نمشي. لا انا مش عايزه. مش عايزه. مش عايزه. حبيبتي اقعدي اقعدي اقعدي. لا انت فضايح وقله ذوق. انت انسانه بجد غريبه جدا. انت معقده. انت مش طبيعيه. يلا متشكره جدا ليكي. لا لا انت مش طبيعيه. متشكره جدا. لسه هترجعي تاني بعد الفاصل؟ انت مجنونه. على فكره احنا ترند. لو سمحت ترند ايه؟ يلا ده مره اشوفك. بعد 10 سنين على فكره. انا اول مره اشوفك ترند ايه بس. الحلقه هي هو طيب. بص حضرتك اللي بقى ترند مش انا. جوزي اللي بقى ترند. انت قلت بقيت ترند يا حلوه. هي انتوا اللي بقيتوا ترند. الحمد لله ده رضا من عند ربنا. روح بقى عشان انا عيال في البيت ولا لسه كتير؟ طب لازم الضيوف التانيين يرجعوا عشان. طب انا عايزه اروح. بصي يا عم والله العظيم انا هاديه. انا حاسه ان في يعني انا حاسه ان في لعب فمحتاجه اروح اعرف اللعب فين. صح يا حبيبي؟ لا يا حبيبي انت ما تعملش كده. انا عارفه. هو انت بقى لك قد ايه متجوزه؟ سنتين. لا يا حماده ما فيش الكلام ده. انا متاكده والله. خلاص بقى. طب عين فينك؟ خلاص يا مش وقت الناس. لا والله بتكذب صح؟ بتكذب. انا شكلك بتكذب. انا مش عايزه. انا مش او بتتكلم بجد. مو الحالتين يومك ازرق يا ستي. لا ده خراب بيوت. دي ست قللت الذوق. لا لا قللت الذوق بجد بجد. قمه في قله الذوق. يا بحبتي هي إيه بتعمل شغلها. هي مش قله الذوق. هي بتعمل لا شغلها. بصراحه انا عايزه امشي يا ستي. انا عايزه امشي. وانا كمان عايزه امشي يا ستي. عايزه. انت اكيد معقده. انت بجد مش طبيعيه. بصي لي كده ليه؟ ما تبقي مجنونه. عدل انت بتخانقي معايا في البرنامج. بتخانق معاكي في البرنامج بتاعك عشان لا احنا جايين ضيوف في البرنامج بتاعك وانت مش عايزه تحترمي ضيوفك. انت خلاص بقى دي عندك مشكله. خلاص عايزين نروح والله. لو سمحتي خلاص والله العظيم في الحلقه. طب انا بعتذرلك. انا انت مالك اصلا؟ برد قوي. بتعتذري ليه؟ ما فيش دعوه. طيب خالص. هناخد الفاينل. ما خلاص بقى بالفاينل. هاخد الفاينل. هاخد الفاينل. هنمتحن. هاخد الفاينل. ماشي اتفضلي اتفضلي يا استاذه. طب وانت هتفضلوا سايبينها لي كده كتير؟ فكرها هي بينا. حفظت البيجامه والروب خلاص. هو ده روب ولا بيجامه اللي انت لابسه؟ حاجه على ايه؟ يلا. طيب جماعه ادوني بس كيو. جماعه دلوقتي نتيجه هما بيبلغوني بيها في الكنترول. الفلوس يعني الجائزه رايحه لمين. تمام. عارفه مين اللي كسب؟ طيب تتوقعي مين كسب؟ مش فارقه معايا والله خالص. طيب على فكره انت اللي كسبتي عشان انت اتعمل فيكي مقلب في برنامج المتزوجون. والله العظيم والله العظيم انا عارفه. احنا كنا بنعمل انت قلت بنور اكبر بنور اكبر. انا عارفه والله حسيت. وانت قلت لك عينك بتكذب اصلا. انا قلت لك عينك بتكذب اصلا. لا يعني لازم Ha 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 ha.
لا لا هو ما عملش كده اصلا والله ما عملش كده بس بس انت فعلا مستفز قوي عارفه لولا ان انا عندي احساس ان هو مش طبيعي ما كانش هيبقى ده رد فعلي لكن انا عارفه ان هو احنا عايزين انا عارفه ان احنا بنلف فيه هو بيحب قد ايه وافق على طول ده بجد ايوه والله واحد ده في رمضان لا لا الجهاز ده الاحمر واخضر ده لا طبعا حبيبي يا حبيبي هنا بجد هنا يركض انتوا بس اللي بجد بس انتوا طيبين ورمضان كريم واحنا انبسطنا بيكم يا رب ما نكونش كنا تقيله قوي عليكم يا رب ما كنتش كنت رخمه معاكم يا بصي هنا اكيد خلاص الحمد لله اكيد يلا.